احنا عاملين لك مفاجأة النهاردة، سواء كنت لسه في بداية علاقة حب او مخطوبة او متجوزة جديد او حتى بقالك فترة. اكتر 3 كلمات لها تأثير السحر على عقل وقلب الراجل، اللي كل الدراسات والتجارب اثبتت كده، واللي لازم انت يعني هو محتاج يسمعها قوي منك حتى لو على فترات متباعدة. تركيبته وشخصيته وتكوينته بتخليه في احتياج قوي ان يسمع الكلمات دي، والكلمات دي من اجمل ما فيها كمان ان هي فيها من الذكاء اللي تخليك تقدري تكسبيه من غير ما يغتر عليك او يشوف نفسه عليكي. تعالوا ندوس لايك كده بسرعة بقى عشان نتجمع كلنا ونشارك بعض ونتفرج الحلقة او نتفرج على الحلقة مع بعض. وانا مثبت في اول تعليق رابط الانستجرام اللي لسه ما عملليش فولو يعمل لي فولو. النهارده حلقة يوم التلات اللي تعودنا عليها، وتعالوا بينا نبتدي. مش بعد ما تسمعوا الحلقة دي تروحوا على المنتدى عشان تصوتوا معايا على حلقة يوم الجمعة القادمة. أول جملة وعن تجربة صدقوني ولازم تتقال للرجل، ولو اتقالت ليه ليها مفعول. السحر ربنا يخليك ليا أو ربنا ما يحرمنيش منك. الجملة دي بتأثر المسافات قوي، وبالنسبة للرجل ليها مفعول السحر أقسم لكم بالله. وهنا كمان نصيحة، لو انت بنت مثلا وفي صداقة أو زمالة أو قرابة بتجمعك بشاب على سبيل المثال وبتتكلمي معاه وانت شايفة ان هو يصلح ان هو مثلا يكون حبيب أو زوج لكي، قولي له الكلمة دي. الكلمة دي أو الجملة دي مش هينام طول الليل من كتر التفكير فيها. تاني حاجة، معاك بحس دايما بالامان. ايضا الجملة دي ليها مفعول السحر علينا احنا كرجال او شباب، بترضي كده حتة الرجولة عندنا، او بترضي كده الحتة اللي احنا عارفينها دي عندنا لما بنسمعها من الست او من البنت عامة. يعني هي تركيبة الرجل كده، بيحب اوي يسمع الكلام اللي زي ده او الكلام ده تحديدا وبيأثر فيه. وعلى فكرة الأنثى عندها ذكاء طبعا، يعني الأنثى ربنا اداها ذكاء وأنوثة. لو استخدمت ذكائها وأنوثتها وهي بتقول الكلمات أو الجمل دي، ده مش هيبقى ده، لو في حاجة أقوى من السحر كمان هتعملها معاه على فكرة، هيبقى ليها تأثير كبير قوي الكلمات دي على الرجل لما يطلع منها مع أنوثة المرأة وذكاء المرأة المعروف عنها. وعلى فكرة الحاجات دي بتيجي بالتمرس شوية بالخبرة. يعني بعد كده بالنسبة للرجل الكلمات دي إدمان، عايز يسمعها منك باستمرار، وكل ما يحس ان انت اتأخرتي ان انت تقوليها ليه يبدأ يشتغل على نفسه اكتر ويشوف ايه اللي يخليها ترجع تقولي تاني، هو في حاجة حصلت، هو انا ايه اللي خلاها ما بتقوليش. خلاص صدقوني بيصبح عنده نوع من انواع الادمان كده، والصراع الذهني والنفسي عايز دايما يكون في عينك هو الافضل عشان تفضلي دايما. تالت حاجة، حب اخد رأيك في حاجة او عايز اخد رأيك في حاجة. يا نهار ابيض قد ايه الجملة دي ليها مفعول السحر حرفيا على الرجل. لما تكبري بيه كده ولما تديله يعني حاجة زي كده وتقول له عايز اشاركك في حاجة زي كده، عايز اعرف وجهة نظرك، انت كده بتحسسيه بقيمته كرجل، بقيمته في حياتك. وهنا فرق بقى، هنا فرق بين ان هو يغتر عليكي وفرق ان انت بتقربيه منك وبتقصري المسافات وبتخليه كده وبنوع من انواع الذكاء ما يقدرش فعلا يستغنى عنك. احنا كرجال ما نقدرش تحديدا نقاوم ال3 جمل دول او ال3 كلمات دول. ربنا ما يحرمنيش منك، معاك دايما بحس بالامان، عاوزة اخد رأيك في حاجة او اديني رأيك يفيدني في حاجة. صدقوني اي رجل على وجه الارض مهما اختلفت بقى طباعه وشخصيته وجنسيته وشكله، ال3 جمل دول ليهم مفعول السحر عليه. استخدمي ذكائك، استخدمي ذكاء الانثى اللي عندك وانت بتعملي حاجه زي كده او بتقولي حاجه زي كده. وعايز اقولك على حاجه في الاخر، الانثى اللي بتملك الرجل وبتسيطر عليه مش الجميله، الذكيه. الجميله دي بتبقى فتره كده وبعد كده بتنتهي او بتروح لحالها بعد كده، بينما الانثى الذكيه هي اللي بتقدر فعلا ان هي تتمكن منه. في النهاية اكتبوا لي آراءكم، انا زي ما انتم عارفين يعني بقرا معظم تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها. واخر مرة اللي نسي يدعم الحلقة بلايك ادعمها بلايك، خلي كل اصدقائنا طبعا يشاركونا ويشوفوها. يلا بينا على المنتدى عشان تختاروا معايا حلقة يوم الجمعة القادمة، وهتوحشوني.